السلام عليكم ليكيب، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. الفيديو تاع اليوم راح نحكوا على بعض هواتف لامارك بلاك فيو. هاد لامارك اللي بدات تتعرف لهنا في الجزائر ليكيب، وبديتوا تشوفوا الفيديوهات نتاعها في القنوات في اليوتيوب. المهم كما قلت لكم ليكيب راح نحكوا على بعض الهواتف ونشوفوا المميزات والمواصفات اللي جاتنا بها، وايضا راهي كاينه تخفيضات كما شفتوا ليكيب، راهي كاينه تخفيضات في موقع علي اكسبريس على هاد الهواتف اللي راح نحكوا عليها، يعني تخفيضات مليحه بالبزاف. وقبل ما نبداو كالعاده لايك لهذا الفيديو هكذا باش نستمر ونواصل في نشر هذا المحتوى، ماكم خاسرين والو خوتي. لايك للفيديو وانا نتهلا فيكم بالفيديوهات، ما نطولش عليكم فلنبدا على بركه الله. نبداو مع اول هاتف اللي راح تكون عليه تخفيضات كبيره، اللي هو هاتف البلاك فيو 7100. هذا الهاتف اللي من النوع اللي يجي ثقيل شويه، يعني تحرب من الاخر، بحيث يجيب بطاريه ضخمه 13000 ملي امبير وشحن سريع 33 واط، وزيد مع معالج من ميديا تك اللي هو الهيليو جي 85. هذا المعالج تعرفوه خاوتي. ومن اهم الميزات اللي يجينا بها الهاتف هذا انه مقاوم للغبار والماء بمعياري IP69K و IP68، ويتحمل اقصى الظروف متر ونصف تحت الماء لمدة نصف ساعة، طبعا متوافق مع المعيار العسكري STD 810H، ويجينا ب 6 في الرام و 128 في التخزين، ويجيب كاميرا أساسية 12 ميجا بيكسل ومستشعر من سوني. وهذا الهواتف خاوتي الماكرو تاعهم يجي مليح، بالك يديروا على جال الجماعه اللي يديروا تخييم في الجبال، ولا اللي يروحوا للجبال، ولا بالك عليها ليكيب. المهم السعر تاعو راه في حدود ال 180 دولار، يعني بدراهمنا في حدود 3 ملايين ونص، وراهم داروا له تخفيض. نورمالمون السعر تاعو راه 220 دولار الفوق، يعني الهواتف بالمواصفات هذه نلقاوها في حدود ال 220 دولار، لكن في التخفيض هذا يهبط حتى ال 180 دولار. راح نخلي لكم كامل الروابط تاع هاد الهواتف في الوصف ليكيب هكذا باش تقدروا تضربوا وطلع عليها، يعني سعر مليح في التخفيض هذا. الهاتف الثاني اللي هو من نفس النوع ولا من نفس السلسله، اللي هو البلاك فيو 5200، هو نقدروا نقولوا باللي هاتف مصغر من الهاتف اللي كنا نهضروا عليه، بحيث ركزوا على الكاميرا ايضا في هذا الهاتف، بحيث جاتنا ثنائيه الاساسيه 13 ميجا بيكسل والثانيه 5 ميجا بيكسل، وحتى ان فيها تصوير ليلي، وجانا ب 4 في الرام و 32 في التخزين، مع بطاريه 5180 ملي امبير. وايضا من اهم ميزات الهاتف هذا انه مقاوم للغبار والماء بمعياري IP69K و IP68، ويتحمل اقصى الظروف بحيث يتحمل لمدة نصف ساعة ومتر ونصف تحت الماء، طبعا متوافق مع المعيار العسكري STD 810H. هذا راه بسعر حوالي 99 دولار، يعني بدراهمنا حوالي 2 ملايين ليكيب، يعني ماهوش غالي بزاف. الهاتف هذا هو من نفس النوع اللي يجي وخشان خاوتي وما يتكسرش، يعني تاع حرب من الاخر. هذا هو السعر تاعو خاوتي. الهاتف الثالث ماشي من النوع اللي خشين، يعني هاتف عادي بمواصفات قويه ليكيب وبسعر اقوى. قولوا لي خاوتي وين تلقاو هاتف بالمواصفات اللي راح نهضرها لكم بسعر اقل من 2 ملايين ونص، تحديث شاشة 90 هرتز وزيد بطارية ضخمة ليكيب وبمعالج مليح في السعر هذا، وين رايحين تلقاو هاتف بسعر هذا وزيد برام 8 وستوكاج خاوتي 128؟ قولوا لي وين تلقاو هاتف بالمواصفات هذه. الهاتف هذا اللي هو بلاك فيو اوسكار سي 80. الحاجه اللي عجبتني في الهاتف انه جاب تصميم مليح يشبه لتصميم هاتف مي 11 لايت 5 جي ان اي، بحيث يجيب معالج يوني سوك تي 606. هذا المعالج حصل في الانتوتو على اكثر من 226 الف نقطه، ويجيب 8 في الرام و 128 في التخزين، وبشاشه بحجم 6.5 انش وبتحديث عالي 90 هرتز. انعم ايه 90 هرتز باقل من 2 ملايين ونص، وزيد بكاميرا خلفيه 50 ميجا بيكسل والاماميه 8 ميجا بيكسل، وبطاريه 5180 ميلي امبير مع شحن سريع 18 واط. هذه هي اهم المواصفات اللي جانا بها الهاتف هذا. انعم ايه نزيد نعاودها لكم، اقل من 2 ملايين ونص. نزيد نعطيكم بعض الهواتف اللي عليها تخفيضات في موقع علي اكسبريس بالنسبه لهاد لامارك. كاين لاسيري تاع البي ال 8800، الهواتف بي ال 8800، وكاين طاب 13. هذا الطاب اللي تخاوتي ما عندهمش بزاف من اللي يعلنوا عليه، طاب 13 راح تلقاو كلش في الوصف خاوتي، نخلي لكم الروابط تاع هاد المنتجات كامل في الوصف، اضربوا طلا وشوفوا اللي يساعدكم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا، واللي عنده اي استفسار ولا حطوه في التعليقات وراح نجاوبكم كامل بإذن الله. مقالي غير نقول لكم تلاقوا في فيديو جديد. سلام.